تعتب على من من الفنانين بمحنتك الأخيرة ما سأل عليه قصر بحقك؟ من الذي قصر بحق كاظم السعدي؟ والله أنا يعني الفنانين مثلاً الفنان كاظم السعدي فنان مبدع واسم وأني منطي أغاني منطيش حلو طولك من تمشي وأنا راك أبوس قلبك أبوس روحك خلي قلبك صافي مو متصاعد أغنية إيش عندك عتب عليه قيصر؟ أعتب عليه ها لأنه ما شال تليفون وسأل عليه بالوقت اللي أكو مطربين مثل أقوله ماجد مهندس ما منطي أغنية الرجل يعني سأل عني وأدى الواجب وأنت ما متعامل مع البرنس ماجد المهندس أبد؟ أبدا ولا أغنية؟ ولا أغنية سوى ماجد؟ أول شيء اتصل بي زين وشيء ثاني يعني دز لي مكافأة فلوس فلوس جزاء الله كل خير البرنس زين القيصر كاظم الساهر يجوز مشغول ما شاف أنت الغايب عذره وياه صح؟ انت تواصلت قلت له انه انا محتاج وما ساعدك اكيد لا ليش ليش هو يرد على تليفوناتي؟ انت حاولت تتصل بي؟ من يريدني من رادني قبل 8 اشهر طلب من عندي اكتب له اغنيه زين كتبت له اغنيه ظل وياي للصبح خابرني من 5 تليفونات هو 5 أرقام من كملة الأغنية أخابر على 5 أرقام ما مقطوعة أوف بس تتوقع هو متقصد ترى القيصر كبير يعني ما يتقصد لا أكيد. هو متقصد مو ذا الفنانين الكبار ها الفنانين الكبار اي هذا يباوع يشوف منو هذا قدامه يعجبه يرد يعجبه خليه شو تقول للقيصر اليوم؟ أقول الله يوفقه نعم والله يزيده